السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بنسب امتلاء السدود في الجزائر واللي بلغت يعني نسب جد متقدمة، حيث أنه مثلا سد قدارة عرفة يعني امتلاء بنسبة 60%، وسد بني هارون كذلك عرفة نسبة امتلاء قاربت 85%. وللعلم أنه يعني نسبة الأمطار التي نزلت هذه الآونة الأخيرة يعني أغلبها في الجهة الشرقية للوطن، الشمالية الشرقية في ولاية جيجل وميلا وقسنطينة وعنابة، وكذلك نسبة أقل في بجاية وتيزي وزو، وكذلك عرفة استقصت أكبر مستوى له منذ أكثر من عقود من الزمن، استقصت لمول جزء من ولاية بومرداس وولاية البويرة، إذن عرفة نسبة أكبر نسبة انت ابتلاء انت وصلت الى تقريبا 90%. اذن كل هذه النسب هي مشجعه يعني تنذر بقدوم فصل الصيف مريح، اذن بالنسبه لتوفر المياه. وفي الجهه الغربيه السدود كذلك عرفت امتلاء، يعني عرفت نسب امتلاء كذلك غير مسبوقة، لكن أقل يعني أقل من سدود الشرقية. وعلى أي حال وصلت نسبة النمو العام بكل سدود الجزائر إلى 68%، يعني نسبة يعني جيدة ومريحة يعني العامين المقبلين إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.